دلوقتي هنروح نشوف مع بعض تقرير ثورته كاميرا يحكي أن في زيارة لمكتبة الكاتبة ضحى عاصي. خلينا كده نشوف مع بعض التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. فكرة المكتبة أصلاً بالنسبة لي هي فكرة من الطفولة جداً. بابا الله يرحمه كان قارئ نهم يعني، ونقدر نقول مثقف كبير، فكان عندي النموذج ده في البيت، نموذج الأب اللي كل ما يرجع بيبقى شاري كتب جديدة، وأنا يعني كنت البنت الكبيرة وكنت مرتبطة ببابا جداً، فكان أول ما من أي سفر من أي خروج من أي حتة بيبقى معاه كتب، يعني بيدخل البيت معاه كتب. أنا طول الوقت كنت بتعامل مع مكتبة بابا لأنها مكتبتي، يعني لما بدأت أكبر شوية بدأت أنا أشتري كتب، فبرضو بقينا نحطها في البيت، فبقى في مكتبة أسرية، يعني كل واحد بيحط الكتب اللي هو بيشتريها. هو أنا غالباً ما عنديش مدرسة في القراية، بمعنى أن مش فلان ده أنا بحب أقرأ له، ما عنديش الحتة دي للحقيقة، بس أنا دايماً موضوعات، يعني الموضوع ده عايزة أعرف فيه أكتر، فبروح للموضوع وببتدي أشتري الكتب أو أطلع على الكتب، سواء بقى أدور عليها في مكتبة بابا لو موجودة، لو مش موجودة بشتريها في الموضوع. يعني أتذكر لما كنت بشتغل على رواية غيوم فرنسية، حاولت أن أنا أجيب رأي الأتراك، فجبت كتاب مترجم لمؤرخ تركي اسمه نيكولا تورك، مع رأي جبرتي، مع أن أنا حاولت أقرأ الفرنسيين نفسهم كاتبين إيه عن الموضوع، مع حاولت أقرأ حتى ناس بره القصة بس أكيد بيقرخوا لتاريخ العالم زي الروس مثلا. أنا بدأت أكتب متأخر على فكرة، يعني بدأت أكتب في الثلاثينات، فما كانش عندي بقى فكرة اللي هو الإيه، مش الفانز يعني، مش الكاتب اللي هو أنا في كاتب بقى وكده، لا أنا بحب القراية، بحب المعرفة، والقراية وسيلة للمعرفة، وبحب الأدب طبعا. وانا صغيره كنت بحب جدا يوسف ادريس جدا، يعني من الناس اللي بحب اقرا لهم قوي، وكنت بحب اقرا تشيخوف في القصه القصيره. انا قريت ادب روسي كتير من طفولتي، وده يمكن لانه كان في الوقت ده الروس نفسهم او السوفيات وقتها كانوا مهتمين جدا ان هم يترجموا ادبهم، وكانوا بيوفروه في دول كتير بسعر بسيط، فكانت الناس كلها بتشتري الأدب الروسي. أنا بحب أعرف التاريخ جداً، فعندي كتب في التاريخ كتير قوي، بحب أعرف الأديان، عندي مقارنة أديان، مهتمة جداً بموضوعات سياسية، فعندي كتب عن التيارات السياسية بالذات في مصر. يعني أنا بكتب في أي حتة، يعني زي ما بعرف أي حتة، ممكن أقرأ في مكان ما حدش يتخيله أبداً يعني. فالكتابة نفسها لا، بكتب في أي مكان وفي أي ظرف لو الفكرة مسيطرة علي. اللي بيحتاج مني تركيز بقى في الآخر هو المراجعة، يعني لو بعد ما خلصت كتابة بفتكر رواية 104 القاهرة دي كتبت قصائص ورق، يعني مرة على منديل، حتى جت في دماغي فكتبتها على منديل، مرة على حرف جرنان، حاجات كده يعني، وبعدين قعدت أجمعها بقى في الآخر واكتبها على الوورد. يعني باجي بقى اللي هو التركيز ده لازم يكون ده في المراجعة، يعني بحتاج وقت إن أنا أمسك النص وأركز فيه، ده ما بينفعش يبقى بره البيت وما بينفعش في أي مكان، وطبعا لازم يكون حواليا الدنيا هادية عشان أعرف أركز.